يومياً ومع حصول المزيد من الأشخاص على لقاحات الوقاية من كوفيد-19 تلقى في القمامات الخاصة بالفضلات الطبية كمية كبيرة من الحقن والإبر والقوارير الصغيرة، وتسعى وزارة الصحة إلى نقل هذه النفايات من مراكز التلقيح عبر شركات خاصة لمعالجة النفايات الخطيرة. عملية بالطبع التلقيح هي مهمة جداً، وحتى كذلك التصرف المحكم في النفايات هو مهم جدا، وزارة الصحة دعمته من خلال وضع هذه المنظومة اللي هي تتناغم مع المنظومة الموضوعة في نطاق الاستراتيجية الوطنية للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية. وبدورها تسعى مراكز التلقيح الموزعة على مختلف جهات الجمهورية إلى التخلص من هذه النفايات وفقا لشروط حفظ الصحة. الإبر نحطوهم في حاوية خاصة، القطن المستعملة وكذلك الحقن معناتها القوارير نتاع اللقاح المستعمل، هذا كلهم زاد نحطوه في حاوية خاصة تشوفوه من بعد في عنده حتى اللون خاص، من بعد يقع جماعها في حاوية كذلك كبيرة هي اللون نتاعها أصفر، من بعد تجي شركة خاصة هي تلم هالنفايات هذه لمعالجتها. هذه كلها يقع التصرف فيها عن طريق معناها منظومة واضحة اللي هي معناها عمليات الفرز والجمع والخزن في انتظار التصرف فيها من طرف شركة متحصلة على ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة. وبارتفاع نسق التلقيح تضاعفت نسبة النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة. تقع عن طريق آلات رحي وتعقيم توصل 150 درجة، أي تبريد في آخر المرحلة، باش النفايات اللي تقاوم الحرارة تموت بالماء البارد، ومن بعد يخرج معناها ديشي ما عندوش خطورة مشابه للنفايات المنزلية، بعد يقع دفنها في المصبات المراقبة. بالطبيعة ذي الكل خاضع مراقبة دورية من أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وكيف كيف بالتنسيق مع إدارة الجهوية للصحة. ومع تسارع نسق اللقاحات قد تواجه هذه الشركات كميات تفوق طاقة استيعابها، ما يتطلب وفق الخبراء في المجال البيئي العمل على إيجاد حلول أكثر استدامة.